يلا سبعة. دكتورة عدينا شوي بس من عند نيوتن. هرجع ولا إذا المرة الماضية بلشنا نحكي، هاي تاني مرة صبية، مرة ثالثة بتحكي بتطلعي برا. أنتوا عددكم 123 طالب. إذا كل واحد فتح تمه وحكى جنبي مع اللي جنبه أنا ما رح أعرف أشرح. تمام؟ صبايا وشباب، انتوا عددكم 123 طالب. اذا كل واحد رح يحكي مع اللي جنبه انا ما رح اعرف اشرح، فانتوا بالذات هاي الشعبة اللي رح يحكي رح اطلعه برا. تمام؟ حدا يسكر لي بالمفتاح الجهات اللي عندكم. نرجع نعيد المرة الماضية لما حكينا على نيوتنز لو. نيوتنز لو أنا عندي شير ستريس، يعني أنا بحط فورس بير إيريا، بعطي قوة للمادة، فورس بير إيريا مقابل هالمادة بدها تتحرك. الحركة هاي بنسميها ريت أوف شير، أوكي، اللي هي سرعة على ديستنس. ريت حطولي صايرة الخلويات. إذا الريت اوف شير انا عمالي بحط فورس بير اريا، وهاي الفورس انا بير اريا بسميها شير ستريس، بحط فورس على الماده. مقابلها في موفمنت، اوكي، اللي بنعرفها ريت اوف شير. فاذا انا عندي، تخيلوا الليكويد، عدد من الطبقات، حطوا ليكويد هيك، لما بحط فورس اللي ثابت لتحت، الحركه كل إشي بده يتحرك بطريقة اللي أول طبقة مرتفعة هي أكثر وحدة رح تتحرك، صح؟ اللي تحتها أقل شوي، اللي تحتها أقل شوي. إذا هاي بنعبر عنها ب dv، dv بهذا الشكل. هلا dv لهاي أعلى إشي، لأنه دي والdr أعلى إشي، هاي dv أقل بس الdr أقل. إذا هون عندي movement rate of shear مقابل shear stress. نيوتنز لو ايش بيقول؟ المادة if it is Newtonian معناتها it follows Newton's law. انا بحط عليها shear stress مقابلها في movement rate of shear. هاي linear relationship بالنسبة لنيوتنز لو. يعني انا كل ما عم بزيد shear stress الforce اللي per area عم بحطها، كل ما rate of shear رح تزيد. وthis is a linear relationship. هاي فكرة نيوتنز لو اللي بتقول لي okay. إذا consider a block of liquid consisting of parallel molecules. لاحظوا هدول تحطهم على إنهم parallel. If the bottom layer is fixed، إحنا حكينا التحتاني ما عم بتحرك، and the top layer of the liquid is moved at a constant velocity، each lower layer will move with a velocity directly proportional to its distance from station. إذا لاحظوا هون هاي dv على dr، هون dv على dr، بس dv على dr هون ثابتة. إذا difference in velocity between two planes of liquid، سامعيني ورا؟ separated by infinitesimal distance dr is the velocity gradient أو بنسميها rate of shear. إذا لما بنقول سؤال كمان، سلايدز واضحة عندكم ورا شايفينها؟ كيف؟ المشكلة مش من الشاشة، معناته خليني أحكي معهم إنهم زبطوا لنا إياها لأنه ما بتتحرك. يعني الشاشة عندي ممتازة، الداتا شو بده تعديل. إذا rate of shear، الفورس per unit area بنسميها shear stress، اللي هي required to bring about flow is about how it's called shear stress. إذا shear stress هي الفورس per area اللي أنا بحطها، الموفمنت شو بتصير للمادة؟ rate of shear. According to Newton's law عندي linear relationship بين هون الـ rate of shear مع
الشير ستريس. السلوب في هاي الحالة ايش بيساوي؟ فيسكوسيتي. بمعنى كم تتخيلوا اني انا اذا حطيت فورس قليلة والموفمنت كانت كتير عالية للمادة، هل الفيسكوسيتي للمادة قليلة ولا عالية؟ قليلة. ولو انا حطيت فورس كتيرة والموفمنت للموليكولز او للمادة اللي قدامي كانت قليلة، شو بتتوقعوا الفيسكوسيتي لهاي المادة؟ عالية. هلا هاي اكوردنج لنيوتن في عندنا لينير ريليشن شيب. اذا كان عندي الاكس اكسس هي الريت اوف شير دي بتعبر عن حركة المادة، وفي عندي الواي اكسس اللي هو الشير ستريس اللي هي الواي اكسس، السلوب بده يكون عندي اللي هي الفيسكوسيتي. اذا نيوتن ريكوجنايز ذات ذا هاير ذا فيسكوسيتي اوف ا ليكويد ذا جريتر از ذا فورس بير يونت اريا ريكوايرد تو برودوس ا ريت اوف شير. Rate of shear should be directly proportional to shear stress. إذا في عندي straight line relationship، عندي في intercept لها المعادلة، معادلة خط مستقيم هاي، في slope في inter، ما في intercept. Exactly. إذا عند the origin. Rheogram, the flow curve obtained by plotting a shear stress versus a rate of shear. طلعوا على هاي الرسمة. إحنا رسمياً الـ X-axis shear stress والـ Y-axis rate of shear. المعادلة اللي عندكم مين فيهم الـ X-axis؟ rate of shear. rate of shear. إذن هون العكس، إحنا حاطين الـ X-axis as shear stress بينما الـ Y-axis rate of shear، لأنه عادةً هم بيحطوا force وبيشوفوا نتيجة الفورس، فعادةً الريزلت بيشوفوها على الواي اكسس. طيب السلوب هون ايش بيمثل؟ واحد على الفيسكوسيتي. اكزاكتلي. بما انه هناك السلوب اوكي كانت الفيسكوسيتي لما كنا راسمين ريت اوف شير مع شير ستريس. شباب للي ورا يا بتسكتوا يا بتطلعوا برا، تمام؟ اذا عشان هيك هلا هي واحد على الفيسكوسيتي بده يكون السلوب. لما بنقول واحد على الفيسكوسيتي بنقول عنه فلويديتي، يعني اذا كانت انا عم بحط فورس قليله والموليكولز عم تتحرك معناتها الفلويديتي عاليه، الفيسكوسيتي ايش؟ قليله. اكزاكتلي. هلا اذا السلوب للكيرف بيمثل الفلويديتي اللي هي عكس الفيسكوسيتي. هلا زي ما انتو في عندكم يونت بتقولوا مثلا الويت كيلوغرامز، عندكم في عندكم يونت للفيسكوسيتي اللي هي ايش بنسميها؟ بواز. اوكي، ذس از ا يونت. لما بنحكي الماده هاي الفيسكوسيتي لها بواز، او هلا رح نشوف سنتي بواز قيمه معينه. اذا اليونت للفيسكوسيتي هي البواز اللي هي الشيرينج فورس ريكوايرد تو برودوس ا فيلوسيتي اوف 1 سنتيمتر بير سكند between two parallel plates of liquid each 1 cm square area separated by distance 1 cm. هلا زي ما اخذ، هلا في عندنا زي ما بنقول متر مثلا او سنتيمتر، هون نفس الشيء بواز وعندنا سنتي بواز. السنتي بواز هو 1 على 100 او 0.01 من البواز. اوكي، هلا شو هي اليونت؟ لما نقول يونت هي نحكي ك سنتيمتر جرامز بير سكند يونت. لما بنحكي على البواز احنا بنحكي على الفيسكوسيتي. احنا عرفنا الفيسكوسيتي هي شير ستريس على ايش؟ ريت اوف شير. الشير ستريس عرفناها على انها هي فورس بير يونت اريا. الريت اوف شير عرفناها على انها دي في على دي ار. طيب معناتها بس ري ارينجمنت للايكويشن بصير عندي الفورس في دي ار على اريا، الاريا في دي في، الفورس اليونت تبعيتها داين. اوكي، الريدي الار مسافه ايش اليونت؟ سنتيمتر. الاريا سنتيمتر تربيع. الدي في سرعه سنتيمتر بير سكند. في شغلات بتختصر مع بعض بيطلع عندي اليونت داين في سنتيمتر بير سكند. هلا الداين هي عبارة عن جرامز في سنتيمتر بير سكند تربيع. في شغلات بتختصر مع بعض تطلع
اليونت تاعت الفيسكوسيتي جرام بير سكند سنتيمتر هي نفسها بواز. يعني احنا لما بنحكي كلمه الفيسكوسيتي هالقد بواز بنقصد فيها جرام بير سكند سنتيمتر اليونت للفيسكوسيتي. هلا احيانا بتلاقوها هاي كثير سواء بنستخدمها مرات بالصيدله ومرات بالهندسه. ليش التاخير؟ ادخلوا بس انتم مواصلاتكم انتم محاضرتكم 10:30 تصحوا ابكر لاني انا بعد هيك ما رح اصير ادخل. اوكي كاينماتيك فيسكوسيتي احيانا نحتاج انه نستخدم فاليو بنسميها كاينماتيك فيسكوسيتي. ما بيكون بهمهم يطلعوا مش على فيسكوسيتي للماده، بهمهم يطلعوا فيسكوسيتي على دنسيتي. الريشيو هاي مهمه لهم بالصناعه، فشو بيسموها كاينماتيك فيسكوسيتي اللي هي الفيسكوسيتي للماده على الدنسيتي. هلا الفيسكوسيتي بتتغير بتغير درجه الحراره، والدنسيتي كمان بتتغير تغير درجه الحراره. عشان هيك لما بيقولوا كاينماتيك فيسكوسيتي بدهم يحددوا التمبريشر، لانه اذا تغيرت التمبريشر بتتغير الكاينماتيك فيسكوسيتي. عشان هيك الكاينماتيك فيسكوسيتي هي ابسولوت فيسكوسيتي ديفايدد باي ذا دنسيتي اوف ليكويد at a given temperature. لاحظوا لانه بتغير وبتغير درجه الحراره. اذا الكاينماتيك فيسكوسيتي هي فيسكوسيتي ديفايدد باي دنسيتي. زي ما بنحكي كمان عندنا فيسكوسيتي هي بواز، بواز لما بنحكي كاينماتيك فيسكوسيتي بنسميها ستوكس. يعني لما بنقول بدي كاينماتيك فيسكوسيتي يا اما بتكون ستوكس او واحد على 100 منها بنسميها سنتي ستوكس. إذا هي عندكم 2 يونتس جداد عليكم، لما بنحكي على فيسكوسيتي نحكي على بواز، لما بنحكي على كاينماتيك فيسكوسيتي بنسميها ستوكس. اوكي اكزامبل، هلا الاسطول فيسكوميتر رح تاخذوه بالمختبر، مين مسجل المختبر؟ ممتاز، لانه واحدة من التجارب رح تشوفوا الاسطول فيسكوميتر وتحسبوا فيه الفيسكوسيتي للمادة. هلا اكزامبل، اسطول فيسكوميتر was used to measure الاسيتون which الفيسكوسيتي. لاحظوا الفيسكوسيتي على من خلال الفيسكوميتر جهاز اللي اسمه الفيسكوسيتي كانت 0.313 at 25 Celsius degrees. معطينكم الدنسيتي للاسيتون كمان at the same temperature، بطلب الكاينماتيك فيسكوسيتي. ايش قلنا الكاينماتيك فيسكوسيتي؟ فيسكوسيتي ديفايدد باي دنسيتي. اكزاكتلي. اوكي هلا بعطيكم كمان شغله دائماً، كمان في اشي بيستخدموه بالفيسكوسيتي ريليتيف فيسكوسيتي. يعني مثلا بيقارنوا الفيسكوسيتي للماده مع مين؟ مع المي. هاي اتس ريشيو ريليتيف فيسكوسيتي. طب شو اليونت تاعت الريليتيف فيسكوسيتي؟ ما لها، لانه اكزاكتلي نفس اليونت موجوده بالتنتين. فاذا ممكن كمان هون بطلب منكم بالسؤال بقول لكم water is used ordinarily as a standard for viscosity of liquids. Its viscosity at 25 Celsius degrees 0.8904. What is the viscosity of acetone relative للwater؟ لاحظوا كل إشي relative ولا كاي، كله لازم تكون temperature إيش؟ ثابتة. ما بصير أقارن density و viscosity و relative وأنا عم تتغير معي temperature. اوكي الكاينماتيك فيسكوسيتي قلنا هي الفيسكوسيتي ديفايدد باي الدنسيتي للماده. الريليتيف فيسكوسيتي هي الفيسكوسيتي للماده ديفايدد باي الفيسكوسيتي للووتر. لاحظوا اتس دايمنشنز لانها ما الها يونت. خلينا نطلع مثلا على فيسكوسيتيز للماتيريال. لاحظوا مثلا كاستر اويل اللي هو زيت الخروع، لاحظوا الفيسكوسيتي الها بالسنتي بواز 1000. شوفوا المي قد ايه؟ 1 تقريبا. شوفوا زيت الزيتون مثلا، انتوا بتطلعوا لما تقارنوا المي وزيت الزيتون مين الفيسكوسيتي له اعلى؟ زيت الزيتون. عشان هيك الفيسكوسيتي له 100. جليسرين 400. ايثانول قريب من المي. كلوروفورم الدنسيتي له قليله. اوكي هلا كمان بما انه الفيسكوسيتي بتتاثر بالتمبريشر، معناه لقيوا انه في عندي في سيرتن ريليشن شيب بين التمبريشر وبين الفيسكوسيتي. هلا تمبريشر ديبندنس، هلا لما بنحكي على غازز لما بنكريز التمبريشر الفيسكوسيتي انكريزز، لما بنحكي على ليكويدز
الفيسكوسيتي ديكريزز باي انكريزينج تمبريتشر. يعني انتوا نفس الماده لو جبتوا مثلا زيت زيت زيتون وسخنتوه شو بتتوقع الفيسكوسيتي تصير؟ اقل. يس بتقل كل ما سخنت كل ما الفيسكوسيتي قل. هلا في عندي ريليشن شيب بين التمبريتشر وبين الفيسكوسيتي. اتس ان اكسبوننشال ريليشن شيب. يعني الفيسكوسيتي كونستانت في اكسبوننشال اي في. هلا نعرفها هي اكتيفيشن انرجي divided by the gas constant temperature. انسولي انتو اخدتوا اشي اسمه تعلمتوه درجة الحرارة سلسياس بالصيدلانيات، مش بس واحد واثنين وثلاثة، شو بدكم؟ كلفن. تنسوا اشي اسمه سلسياس ما تتعاملوا فيه. اذا الاكسبونينشال بقدر نحولها للوغاريثميك سكيل، صح ولا لا؟ اذا natural log للفيسكوسيتي equals constant اللي هو ln a plus activation energy divided by gas constant في temperature. هلا this is a constant لكل مادة بيعتمد حسب المولر فوليوم والمولكولر ويت. طلاب اللي درستهم صيدلانيات واحد، ايش هو المولر فوليوم؟ كيف بنحسبه؟ ايه بسمعتش؟ مولر ماس على exactly. مولر ماس على density، لانه انتو بتذكر كتلة بتساوي كثافة ضرب الحجم، صح؟ طب انا بدي حجم، بس بدي حجم مين؟ المول. اذا molecular weight divided by density بطلع المولر فوليوم للمادة. طب اذا الكونستنت هاد بده يتغير، اذا المادة molecular weight للجليسرين غير molecular weight للووتر، معناتها الكونستنت هاي رح تتغير، صح ولا لا؟ الكونستنت ايه. هلا ال EV activation energy required to initiate flow between molecules. شو يعني؟ يعني تخيلوا انا عندي molecules بدي احط، انا عم بحط force، انا بحتاج اني احط certain energy عشان المولكولز تتحرك. هاي بنسميها الاكتيفيشن انرجي للماده. هلا الاكتيفيشن انرجي لقيوا انها تقريبا بتعادل ثلث الانرجي للفابورايزيشن للماده. يعني مثلا انا جبت مي بدي ابخرها، بحتاج لانرجي عشان اسوي لها فابورايزيشن. لاحظوا انه الانرجي اللي انا بحتاجها عشان احرك هاي المولكولز هي تقريبا ثلث الانرجي اللي انا بحتاجها عشان ابخر الماده. اوكي هلا كيف ربطوا فيها؟ كيف فكروا فيها؟ فكروا انه ليش في علاقه بين الانرجي اوف فابورايزيشن وبين الاكتيفيشن انرجي لحتى اسوي موفمنت للمولكولز. هلا تخيلوا انه المولكولز هاي بيناتها بونز، صح ولا لا؟ فانا لما بدي اساوي ايفابوريشن زي كاني انا ببعد مولكول، اذا ام كرييتنج ا هول بهاي السوليوشن عشان ابعد. نفس الوقت انا لما بدي احرك انا بدي يكون في سبيس للمولكولز عشان تتحرك، مزبوط؟ هلا لقيوا انه طبعا السبيس اللي انا بحتاجه عشان احرك المولكولز مش نفس السبيس اللي انا بحتاجه عشان ابخر المولكولز، لكن في علاقه بيناتهم. يعني اذا الماده مثلا كانت بتساوي هيدروجين بوندينج، اوكي اذا الماده بتساوي هيدروجين بوندينج انا بحتاج لانرجي عشان ابخرها اكثر، صح ولا لا؟ في بونز. نفس الوقت بحتاج لانرجي اكثر عشان احركها، اوكي. فاذا هاي هي فكره الاكتيفيشن انرجي، اني انا بحتاج لانرجي معينه تو موف المولكولز. لقيوا انه هاي الانرجي اللي انا بحتاجها هي ثلث الانرجي اللي انا بحتاجها عشان ابخر نفس الماده. وضحت فكرتها؟ اذا activation energy for flow has been found to be one third of the energy of vaporization. Energy of vaporization of a liquid is the energy required to remove a molecule from the liquid, leaving a hole behind equal in size to that of the molecule that has been departed. A hole must also be available in a liquid if one molecule wants to flow past another. إذا هاي هي الربط كان بيناتهم. It can be concluded that the free space needed for flow is about one third the volume of a molecule. This presumably because a molecule in flow can pack, turn, and maneuver in space smaller than its actual size. More energy is required to break bonds and permit flow in liquids.
composed of molecules that are associated through hydrogen bonding. زي ما حكينا كل ما كان في bonds أكتر بين المولكولز بحتاج لإنرجي أكتر to evaporate ونفس الشيء بحتاج لإنرجي أكتر to move the molecules. These bonds are broken at higher temperatures by thermal movement. Okay. هلا عندكم example مثلا أخذنا أخذ الكتاب الجلسرين لاحظوا بلشوا يزيدوا بالتمبرشرز هاي عندكم تمبرشرز ان سلسيوس بلشوا بماينس 42 بلشوا يرفعوا درجة الحرارة لحد 30 سلسيوس وشافوا شو الفيسكوسيتي للمادة لاحظوا الفيسكوسيتي كانت كتير عالية في 10 to the power 6 بعدين صارت شوفوا قد 629 إذا فرقت منيح صح ولا لا؟ اوكي هلا التمبرشرز حولت لكم اياها لكلفن دائما كلفن بتضيفوا 273.15 دائما هاي كل ماده تحولناها لتمبرشر ان كلفن اوكي اخذنا الواحد على التمبرشر ان كلفن والفيسكوسيتي طلعت لكم الناتشرال لوج فاليوز هلا حسب الايكويشن لاحظوا لو حطينا الواي اكسس على انها natural log viscosity والx axis واحد على temperature ايش السلوب بده يكون السلوب الاي في على ار اي في على ار exactly شو الانترسبت بده يكون لان الاي exactly هذا اللي سويته رسمت لكم اياها اوكي هلا تعلموا لساتكم ما اخذتوا هيك تعلموا كيف تطلعوا على الفيجر والارقام يعني عندكم الـ x-axis واحد على temperature in Kelvin هاي ايش؟ الـ x-axis صح؟ الـ y-axis عندي ايش؟ الـ viscosity صح؟ حسب المعادلة اللي اعطيناكم اياها it is linear relationship مزبوط؟ اوكي حطينا النقاط اخذنا الـ curve linear relationship بهمني تتطلعوا على الارقام هون عندكم تطلع معادلة الخط المستقيم y equals minus 23 plus قيمة في x شو يعني؟ ال y ايش بتمثل؟ ال viscosity ال x ايش بتمثل؟ واحد على temperature in Kelvin اذا هاي عندي معادلة الخط المستقيم ايش الانترسبت بيساوي؟ لن ال a اللي هو ناقص 23 طب ايش السلوب هذا 9312 بيساوي اي في على ار اكزاكتلي هيكم عرفتوا فاذا من معادله الخط المستقيم اللي رسمتها بقدر اني اطلع السلوب والانترسبت بقدر اطلع الكونستنت اي وايش كمان بقدر اطلع الاكتيفيشن انرجي مزبوط دكتوره ممكن تحكي لي كيف حسبنا او كيف طلعنا السلوب اوكي هلا السلوب هلا ستاتستيكلي وهلا كل كالكوليتر هلا عندكم بكل كالكوليتر وكل واحد فيكم بس يرجع على البيت لازم يكون عنده بالكالكوليتر اللي اذا كان ساينتفك يعني مش ساينتفك ما عم نطلب كالكوليترز غالي يعني بنحكي على قيمه 20 دينار سعر الكالكوليتر الساينتفك بيكون في عندكم لينير ريجريشن فيه الاكس بتحطوا اكس داتا وبتحطوا الواي داتا هلا اللي بيطلع لكم السلوب والانترسبت وبيطلع لكم ال R value هلا رح نشرح شو هي ال R value هلا أنا رسمت لكم إياها على software أي حدا فيكم بيعرف يشتغل على Excel بيقدر يحط ال X data ال Y data وبيطلع له ال Excel معادلة الخط المستقيم هلا كيف بيختاروا الخط المستقيم يعني ليه ما هاي طلعت عندي نقاط ليه ما راحوا هيك ولا هيك الخط المستقيم مش يمر بأكبر نقاط ولا ايه لا بتطلعوا عندهم مثلا عندي نقاط بيختاروا الخط بحيث انه كل مسافه بين النقطه وبين اللاين وربعوهم ومجموعهم لازم يكون اقل ما يمكن يعني اللاين اللي بيعبر عن انه قديش المسافه للنقاط من الجهه هاي والجهه هاي حتى يختاروا الخط المستقيم هذا بالريجريشن اناليسيس بنسميه اللي بيخليهم يختاروا الخط المستقيم يعني لا ممكن الخط المستقيم ما يمرق بولا نقطه بس ممكن اللي يكونوا على اليمين واللي على الشمال بعدهم عن الخط تربيع اقل ما يمكن هاي اللي بيقصدوا فيها لما بيختاروا الخط طيب
في عندكم اشي كمان مهم تتطلعوا عليه لما بتعملوا الريجريشن، الار سكوير. هلا الار سكوير بتعبر لي قديش النقاط قريبه من الخط. لو كل النقاط بالضبط على الخط تطلع الار سكوير واحد، هاي اعلى قيمه. وكل ما بلشت النقاط تبعد عن الخط كل ما الار سكوير بتقل. يعني بتطلع هون تطلعوا على القيمة اللي طالعة معنا قد ايه؟ تقريبا 1.99675. هاي معناتها النقاط كتير قريبة من الخط. لو هاي بتحركة هون كان صار عندي واحد. هلا لما يكون عندي r square 0.1 شو بتعني لي؟ ما في relationship. ما في relationship، يعني ما في السيئة جدا. عرفتوا كيف؟ كل ما كانت الريليشن شيب منيحة بين الاكس داتا والواي داتا كل ما كانت الار سكوير اقرب للواحد. مزبوط؟ تمام؟ عرفنا شو يعني ار سكوير؟ فهلأ لما بتطلعوا على الرسمة تطلعوا شو هي معادلة الخط المستقيم، شو بنستفيد من السلوب، شو بنستفيد من الانترسبت، شو بستفيد انا من قيمة الار سكوير، شو بتعني لي هاي القيمة. حد هون مفهومة؟ يس. ايش هو المينيمم ليميت للار سكوير؟ يعني لما بقرر انه باد هلا شوفي ما هي بتعتمد. اوكي حلو، سؤالك حلو. بتعتمد شو اللي انا عم بساوي. يعني انا بدي اشتغل شغلت على تحليلية على جهاز يو في مثلا، بدي اسوي كالبريشن كيرف جهاز يو في لازم يكون الار فاليو 0.999 لانه هذا كالبريشن. عرفتي كيف؟ لكن مثلا بدي اشي جديد انا مش عارفه اذا في علاقه ولا لا، ممكن ال 0.85 تكون منيحه. فهي بتعتمد شو اللي انا عم بدرسه. فكل ما كانت يعني حسب في كالبريشن كيرف على جهاز. لا انا بدي بقول لطلابي بدي 3 ار فاليو، اي ما في ستاندرد دائما كالبريشن بدك تكوني احسن شيء 0.99 مثلا، هاي كالبريشن. لكن مثلا معادلة جديدة في أي إشي اللي هو بدي أشوف إذا في حسب الإكسبرمنت أو حسب إيه، لأنه الكاليبريشن لازم يكون كتير دقيق عشان هيك الار فاليو 0.999، لأنه نحكي على بيرز لامبرت لو صح ولا لا. لكن لما نيجي نحكي على تجربة ممكن تكون أصعب فيها مشاكل أكثر ممكن ينقبل بجوز 0.93 0.94. عرفتوا كيف تفرقوا فيهم؟ جربوا طلعوا على البيت على الكالكوليترز اللي عندكم وحاولوا تعلموا كيف تساوي لينير ريجريشن بتاع. على الاكزامبل عندكم هون الفيسكوسيتي فيرسس تمبريتشر داتا اللي حطيناها للبسمين تو اوبتين كونستانت اي والاكتيفيشن انرجي وبده الار سكوير للفاليو. اذا هاي رسمنا وحطينا معادله الخط المستقيم اللي طلعت معانا من كيرف فيتنج. السلوب عندنا قيمته اللي هو قلنا activation energy divided by the gas constant. هلا ديروا بالكم ال activation energy اذا انا بدي اياها بكالوريز بستخدم الكونستانت اللي فيه 1.987، اذا بدي اياها مثلا بجول بستخدم ال 8.3 لانه في عدد ما بتحفظوا gas constant. انا بحط لكم 3 gas constant معاكم بالسؤال بس انتوا لازم تعرفوا مين اللي تختاروه. ليش؟ لانه حسب اليونت اذا انا طالبه جولز ولا طالبه كالوريز. اوكي فانتوا بتستخدموا الكونستانت اللي فيه نفس اليونت. يعني اذا بدي اكتيفيشن انرجي بكالوريز لازم استخدم الاكتيف الغاز كونستانت اللي فيه كالوريز. اللي بدي اذا بدي اكتيفيشن انرجي بجول لازم استخدم الكونستانت اللي فيه جولز. هاي اللي بدي اياها تعرفوها. اذا هون انا بدي اطلع الاكتيفيشن انرجي بكالوريز بير مول عشان هيك ضربتها بالغاز كونستانت ال 1.987 وطلعت الاكتيفيشن انرجي. هلا الانترسبت احنا حكينا هو لين او ناتشرال لوج الاي انفرس اللين بيطلع عندي الكونستانت اي اللي قلنا حكينا ديبيندز اون ذا مولكيولر ويت وعلى المولر فوليوم. والار سكوير طلعناها احنا من الكيرف فيتنج زي ما حكينا من الكيرف فيتنج داتا. في اي اسئله لحد هلا؟ فهمتوا شو هو اللينير ريجريشن؟ لا تطلع كالكوليتر. يس
الار بتحطوا على اي كالكوليتر بيطلع لكم سلو انترسبت الار، بس المهم يكون معكم المانيوال الصغير تاع الكالكوليتر وتتعلموا. احسن طريقه عشان تتاكدوا دائما انا شو بساوي، لسه كالكوليتر جديد مو عارفه اسوق عليه، بحط 0 0 1 1 2 2 وبشوف السلوب بيطلع معي، بشوف الار فاليو. خذوا ارقام وتاكدوا منها وتعلموا كيف تستخدموا على الكالكوليتر السلوب، كيف تطلعوا باللينير معادله الخط المستقيم سلوب وانترسبت والار فاليو. يعني ما تستخدموا، في طلاب الاقيهم بالامتحانات بيصيروا يحسبوا لي السلوب بين كل نقطتين وبيطلعوا لي الافرج، هذا لطلاب صغار مش لطلاب صيدله. لانه لازم تتعلموا كيف تطلعوا اللينير ريجريشن، مش بطلع بين كل نقطتين وباخذ افرج، لا بطلع لينير ريجريشن. واضحه الفكره؟ فالدكتور هو الاستاذ كونستانت. كيف؟ هو الاستاذ كونستانت، يعني سواء اخذته بطريقه النقطتين. اوكي، سؤال سلوب كونستانت، بس انت عارفه الايرورز كيف حنحسبات؟ ما احنا حكينا لما بنطلع الكيرف بيعتمد على بعد النقاط، سلوب بده يطلع بطريقتك ممتازه اذا النقاط بيرفكت. اذا النقاط بيرفكت حطيتيها على انها سلوب بين كل نقطتين واخذتوا الافرج ما رح تفرق، لكن لما فيش شيء اسمه بيرفكت داتا لازم يكون في ايرور، هيومن ايرور، مرات في ديتكشن ايرور، صح ولا لا؟ منشان هيك ساعتها مين الاكيوريت، اخذ كل نقطتين واخذ الافرج بيناتهم ولا استخدم اللينير ريجريشن؟ هلا انتم طلاب سنه ثالثه صح؟ وبتتعلموا اللينير ريجريشن لانه السلوب بين نقطتين هذا لطلاب مدرسه لسنه اولى سنه ثانيه، بس انتم خلص طلاب سنه ثالثه بتتعلموا كيف تشتغلوها صح كلينير ريجريشن. تمام؟ سمعتوا؟ هلا بدنا نحكي على السيستمز اللي هي نون نيوتونيان. اوكي، اذا نيوتونيان سيستمز حكينا ات فولوز نيوتنز لو، تمام، معناتها في عندي لينير ريليشن شيب بين الشير ستريس والريت اوف شير، مزبوط. طيب هلا بالنسبه للنون نيوتونيان سيستمز معناتها ات دازنت فولو نيوتنز لو، رح نشوف في عنا، رح نقسم الثلاث النون نيوتونيان سيستمز مينلي لثلاث انواع ورح نحكي عليهم هلا، بلاستيك سودو بلاستيك والدايليتنت. هدول انواع اللي دي دونت فولو النيوتونيان سيستمز، واحنا بشكل عام بالصيدله معظم المواد اللي بنستخدمها نون نيوتونيان سيستمز. وهلا رح نشوف ليه بنستفيد من النون نيوتونيان سيستمز، وخصوصا اكثر شيء بنستخدمه اللي هو مينلي السودو بلاستيك سيستم، ورح نعرف ليش احنا بنستخدمه بالسسبنشنز بالايمالشنز، شو الفروقات بين الانواع. اذا النون نيوتونيان ماجوريتي للفلويد فارماسيوتيكال برودكتس ار نوت سمبل ليكويدز اند دو نوت فولو نيوتنز لو، ذس بيهافير از اكزيبيتد باي ليكويد اند سوليد هيتروجينيوس ديسبيرشن ساتش از كولويدال سوليوشنز emulsions, suspensions, and ointments. كتير من الـ products زي ما حكينا بالصيدلة they are non-Newtonian systems، ورح نحكي ليش. على في عنا ثلاث أنواع قسمناهم، في عنا plastic ورح نحكي شو هو، pseudo plastic ورح نحكي شو هو، ورح نعرف شو هو dilated. هلا الـ plastic flow materials that exhibit plastic flow are known as Bingham bodies. لما نقول plastic flow معناتها اسم تاني Bingham bodies. Plastic flow curves do not pass through the origin but rather intersect the shearing axis at a particular point referred to as the yield value. خلينا نطلع على الرسمة هاي. شو فرقت عندي هاي الرسمة عن اللي حطيناها تحت نيوتنز لو؟ مش سامعة. هلا انا شوي بختلف معك لانه بتطلع بهاي الريجن التزرير، ايش الشغله المميزه اكثر؟ ما بتمر بالاوريجن. اكزاكتلي، هون في عندي تقاطع. يعني لاحظوا هاي معناتها، تطلعوا عشان نفهم دائما، تطلعوا على الرسمه هي اللي بتفسر لحالها. طلع هون
عم بحط شير ستريس، شو عم بصير؟ بتتحرك المادة؟ حطيت زدت الشير ستريس، تحركت المادة؟ حطيت شير ستريس، تحركت المادة؟ اوكي، بلشت ازيد الشير ستريس، شو صار بالحركة؟ زادت، صح؟ زادت، بعدين بعد هيك صارت علاقة خط مستقيم ولا لا؟ هلا هاي امتى بتصير معنا؟ رح ناخذ شيء اسمه suspensions اللي زي المضادات الحيويه اللي بنحلها، في شيء اسمه رح تاخذوا system flocculated وdeflocculated، رح ناخذ ونشرحهم بعدين. هلا الflocculated بصير في عندي bonds زي van der Waals forces او bonds بين هالparticles. هلا بالplastic system لما باجي بحط force عشان احرك الماده لسه الparticles في bonds بينها مش عم تتحرك. لما ازيد فورس معينه بتبعد البارتيكلز عن بعض، لما بتبعد البارتيكلز عن بعض صار البيهافير بريديكتبل. اوكي، اذا هون بالبلاستيك فلو انا بحتاج لسيرتن فاليو من الفورس احطها عشان الماده تبلش تتحرك، قبليها ما رح تتحرك. هاي معناتها البلاستيك فلو بلاستيك النيوتونيون. لا، انا بزيد الفورس مباشره الماده بتتحرك، صح؟ بالبلاستيك فلو شو بصير؟ بحتاج لفورس معينه تحطها، بعديها الماده بتبلش تتحرك. اتفقنا لحد هون؟ ايه. وهلا بالنيوتونيون ما في عندي انا بوند بين بارتيكلز؟ ما هون لا، مختلف السيستم، في بوندز وعبر عنها، لكن ما في عندك شيء معين بدك توصلي له عشان تتحرك. يعني مثلا نيوتونيان لو بدي احكي على المي بحط حركة صغيرة المادة بتتحرك. هون لا، زي سسبنشن مثلا لو حطيت حركة صغيرة المادة ما بتتحرك. بقدر احكي انه البوند اكتر طبيعة؟ يس، لانه هون عم نحكي مينلي على سسبنشن. يعني عندك سوليد بارتيكلز، سوليد بارتيكلز موجودين، هاي مش مادة واحدة، هاي ليكويد وفي سوليد بارتيكلز وهدول مربطين زي كأنهم ببعض بالفورسز، فانا بحتاج اني احط سيرتن فورس عشان يبعدوا عن بعض بعدين تمشي الامور. عرفتوا كيف فكرتوا فيها؟ عشان هيك بسموها بينغهام باديز، لانه فيها زي كأنه سوليد بارتيكلز هدول موجودين بالليكويد. طيب هلا اليلد فاليو ما بنطلعها احنا، صح؟ هون بدايه الحركه بس ما بنحسب هاي اليلد فاليو، بنطلع اليلد فاليو من علاقه الخط المستقيم. ايش الاكس فاليو اللي بيكون الريت اوف شير فيها صفر من معادله مين؟ الخط المستقيم. طيب هلا لما كنا نيوتونيان كنا بنحتاج لنقطه اكس وواي حتى نعرف معادله الخط المستقيم، مزبوط؟ طيب هلا هون انا محتاجه نقطه بالاكس مع واي، وايش بحاجه اني اعرف كمان؟ اليلد فاليو. اكزاكتلي. اذا لو انا معي نقطه على الاكس اكسس نقطه على الواي اكسس حطيت سيرتن ستريس، عندي قد ايه الريت اوف شير كان على هذا الستريس، ومعي اليلد فاليو بقدر اساوي ديتيرمينيشن للفيسكوسيتي للماده، مزبوط ولا لا؟ مزبوط ولا لا؟ مزبوط. وين صوتكم راح؟ مزبوط ولا لا؟ فارماسوتكس تفكير، طريقة فهم وطريقة
طريقة تفكير. إذا تعلمتوا كيف تفكروا بصير كل إشي سهل. إذا تعلمتوا تبصموا. شام عندي بصر أنا؟ لا. هلا افهم. أوكي. إذا يا صبايا شباب وبعدين فيكم. Bingham body does not begin to flow until shearing stress corresponding to yield value exceeded. هاي هلا فهمناها. At stresses below the yield value, the substance acts as elastic material. Elastic material زي إيش؟ زي المطاط. برجع. ما بتتحرك بالنسبة لهم. إذا أنا بدي أحتاج لفوش عشان هيك بسموها بلاستيك. بلاستيك بده يكون بعد ال yield value. Rheologist classifies Bingham bodies, that is those substances that exhibit a yield value as solids, whereas substances that begin to flow at the smallest shear stress and show no yield value are defined as liquid. يعني في ذكر لما قلت لكم زي الماء اعتبرناها انه ما فيها yield value صح؟ لما حكينا على suspension حكينا solid particles بيقربوا من بعض حكينا على plastic flow system. هلا بدنا نحسب الفيسكوسيتي للماء. هلا كنا نحسب لاحظوا إذا نرجع للمعادلة هي كانت لما نكتب rate of shear كانت للنيوتونيان كانت rate of shear بالفيسكوسيتي بتساوي shear stress. هلا أنا ما عندي نقطة الصفر. إذا shear stress minus yield value divided by rate of shear هو الفيسكوسيتي. لازم يكون عندي نقطة shear stress وعندي نقطة rate of shear وعندي الـ yield value عشان أساوي determination للـ viscosity. أوكي. على الـ F هي الـ yield value or the intercept on the shear stress axis والـ F والـ G اللي هم shear stress والـ rate of shear. Plastic flow is associated with the presence of flocculated particles in concentrated suspensions. As a result, a continuous structure is set up throughout the system. A yield value exists because of contact between adjacent particles brought about by van der Waals forces, which must be broken down before flow can occur. سهلة صارت؟ A yield value is an... يا صبايا ليش الصوت؟ A yield value is an indication of the force of flocculation. يعني رح ناخذ بسسبنشن فلوكيوليشن اللي هو بيربط بونز بين البارتي. كل ما كانت البونز اقوى شو بتكون اليلد فاليو؟ اعلى. اكزاكتلي. اذا هي فورس هي بتعطيني فكره عن فورس اوف فلوكيوليشن. ذا مور فلوكيوليتد ذا سسبنشن ذا هاير ويل بي ذا يلد فاليو. Frictional forces between moving particles can also contribute to the yield value. يعني إحنا لما بنحكي على bonds وحركة، أي احتكاك حتى بين هاي ال particles بده يأثر على الفورس اللي أنا بدي أحطها تتبلش المولكولز تتحرك. إذا كمان ال friction أو الاحتكاك بيأثر. Once the yield value has been exceeded, any further increase in shearing stress brings about a directly proportional increase in rate of shear. يعني زي ما حكينا بالرسمة طلعوا بعد ال yield value خلاص تتحرك بزيد stress شو بصير بال rate of shear؟ بزيد. Yes. Okay. هلا plastic system resembles Newtonian system at the shear stress above the yield value. لاحظوا إيش resemblance؟ إنه it's a straight line. يعني أنا بحكي plastic viscosity حكيت واحدة ولا غيرت حطيت أرقام؟ واحدة plastic viscosity قلت قيمة واحدة طلعتها. Okay. Example عنا plastic material was found to have a yield value. معطيكم القيمة. Shearing stress above the yield value F was found to increase linearly with the rate of shear. معطيكم a rate of shear ومعطيكم a shear stress وبطلب منكم the plastic viscosity. The plastic viscosity للمادة بدها تكون a shear stress minus the yield value divided by the rate of shear بطلع عندي the viscosity, plastic viscosity. في أي سؤال لحد هلا؟ هلا نحكي شوي عن البلاستيك فلو.
هلا سوري سودو بلاستيك فلو. هلا سودو بلاستيك فلو it is non newtonian, بس اللي بيفرق عن الباقيين كالتالي. اوكي هلا مرات في مواد بالسودو مثلا احنا هاي اكثر شغله احنا بنستفيد منها بالسسبنشنز والايموشن. هلا تخيلوا انتو عندكم بارتيكلز مثلا بليكويد او اويل بمي مثلا as emulsion or suspension. لما بدكم اياه يكون على الرف على الصيدلية بدكم تكون تتوقعوا الفيسكوسيتي عالية ولا قليلة؟ عالية عشان ما يصير في ما يترسب. طيب انتو لما بدكم تشيلوه من هالعرف وتستعملوه بدكم تحركوه شوي, بدكم اياه الفيسكوسيتي تصير قليلة حتى تقدروا تحركوه ولا تضلها عالية؟ هيكم عرفتوا لحالكم شو هو السودو بلاستيك ماتيريال. بنسميه شير ثينينج. شير ثينينج معناته انا كل ما عم بحط عليه فورس شو عم بتصير بالفيسكوسيتي؟ بتقل. هلا هذا اللي انا بدي اياه كثير بالصناعه, انه انا الماده وانا حاطيتها فيسكوسيتي لها عاليه عشان ما يصير في عندي يترسب شيء. لما احركه بدي الفيسكوسيتي تصير قليلة عشان يتحرك وأطلعه من العلبة. okay. إذن السودو بلاستيك ماتيريال is a sheer thinning. كل ما أنا عم بزيد الفورس عليه شو بدها تصير الفيسكوسيتي؟ أقل. هاي هي فكرة السودو بلاستيك ماتيريال. خلينا نوقف لهون اليوم ونكمل مرة جاي. خلينا ناخد الحضور والغياب.